السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه الثانيه من برنامج سؤال وجواب. سؤال ديال اليوم هو انه هو برنامج دعم اسر متضرره بالحجر الصحي كيفاش نستافدوا منه؟ لما كتعرفوا بلادنا كتعاني من انتشار فيروس كورونا، هذا خلانا نديروا الحجر الصحي، يعني الناس كتبقى في دارها وكيخرج غير واحد منها للضروره ومعها شهاده التنقل الاستثنائي. لهذا لجنه اليقظه الاقتصاديه دارت برنامج دعم الاسر اللي كتخدم في القطاع الغير مهيئ المتضرره مباشره من الحجر الصحي من خلال صندوق محاربه جائحه كورونا. وهالدعم كينقسم الى مرحلتين. هذه المرحله كتخص الناس اللي عندهم الرامي، بحيث الاسر اللي كتكون من فرد او فردين كتاخذ 16000 ريال، والاسر اللي كتكون من 3 الى 4 افراد كتاخذ 20000 ريال، والاسر اللي كتكون من 5 افراد او فوق كتاخذ 24000 ريال. كيفاش نقدر نستلمها؟ طريقة الاستفادة كالتالي: نهار 32 مارس 2020 كتاخذ هذا الرقم المشار اليه في الفيديو اللي هو رقم التغطية الصحية، وكتدرس لي الرقم التالي 12 12. كما هو موضح كنأكد على ان رقم التغطية الصحية خاصو يكون ديال رب اسرة، خاصو يكون ديال رب اسرة هو اللي بعتو من الهاتف ديالو، وبطاقات الرميد المقبولة هي اللي كانت صالحة لغاية 31 دجنبر 2019. وهذا المساعدة غيتم التوزيع ديالها تدريجيا ابتداء من 6 ابريل 2020 من اجل احترام الاجراءات الوقائيه اللي كتمنع ليها هذه الجائحه. اما بالنسبه للمرحله الثانيه، توزع فيها نفس المبالغ المذكوره الناس اللي ما كيستافدوش من خدمه الرميد. في الايام القادمه ان شاء الله يتم الاعلان على منصه الكترونيه لوضع تصريحات.